اني اليوم جمعه وشهر رمضان زياناني طالع بالسياره، تفاجات بهذا القرار، قرار يعني بلحظه مثل ما يقول بيوم وليله انه تطبق. يعني هسه انا اللي ادفع بس كاش، عندي بطاقه مو ما عندي، وبطاقتي فعاله، اجيت هنا ما تشتغل البطاقه. اليوم انا هسه جيت افول الا ماستر، زين انا ما اريد افول الا ماستر، انا اريد اعطي كاش واروح، انا عندي حاله اضطراريه، ساعدني مريض بالمستشفى، سيارتي ما بيها بنزين، سيارتي حديثه، يعني انا مجبور الا يعني الا ماستر. من راس السنه قالوا نسوي لنا الكارت على مود نفول به، من راس السنه لحد قبل شهر كل ما اجي يقول لي جهاز ما يشتغل، اخلي هذا يعطيني رفض، انا عبالي كارت بي مشكله، اطلع السوق بلا سواق يشتغل، صار شهر جزت منه. اهلا بكم في حصاد الايام. لا محسن ولا سوبر، البنزين يعانق البطاقات الإلكترونية ويفارق الكاش، في قرار فاجأ الشارع وأثار المواطن، منهم من عارض وانتقد ومنهم من أيد ودعم، وما بين الاثنين المنتجات النفطية تسابق الخطى نحو تطبيق الدفع الإلكتروني على المنتجات كافة، فهل ستنجح هذه الشركة في تقديم نموذج مميز بالأتمتة؟ أم أن الموجات العكسية التي تعارض لغة الإجبار سيكون لها تأثير آخر؟ أهلا بكم. إذن نرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وأرحب بضيفي عضو مجلس أمناء الحوكمة الأستاذ مازن السعد. مرحبا بحضرتك ورمضان كريم. أهلا وسهلا، رمضان عليك كريم عليك ومشاهديكم الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير مقدما. أهلا بجنابك أستاذ. اليوم المواطن تفاجأ، خاصة اليوم جمعة، اللي راح للبنزين خانة هو يدير بنزين سيارته، تفاجأ أنه خلص الموضوع إلا بالبطاقة. ليش هذا الإجبار على المواطن؟ والكثير من الحالات هسه أيضا نأخذها بالتفصيل، نأخذ ممكن يتعذر عليهم أنه يطلعون هاي البطاقات. تفضل، شلون نشوف هذا القرار؟ من وجهة نظري كمواطن أو من وجهة نظري كعملية إدارة لموارد الدولة كمواطن، خلي أحكي كمواطن، أنا أفضل ذلك بكل أمانة. أولا أنه حتى أنت تسيطر على، أنا حتى أسيطر على مشترياتي، فأفضل لي أن أدفع بالبطاقة، هذا رقم واحد. شلون يعني؟ اسيطر على مشترياتي، يعني حط ايدك بجيبك وطلع الكاش واسحب وانطي 25 ورجع لك 3000 ووقعت وراحت وما شابه ذلك. لذلك الافضل انه انت كل مشترياتك تكون خلال البطاقه، بل مو بس البطاقه وانما التليفون نفسه. اذا خليت بي رقم البطاقه مالتك وتخليه على الماكينه مباشره، ما في شك انه راح تقدر تدفع على طول يعني، وهذه موضوع مو صعب يعني، اعتقد حتى هنا أنا مفعل. فالأسهل إلي كمواطن أن أدفع بالبطاقة، رقم واحد. ثانيا التجاوز في بعض البنزينخانات بكل أسف السرقة واضحة فيها، واضحة يعني. أنا ذاك اليوم في مكان ما، أوكي طبعا ما أنت عندك خدمة مثل ما أنت برا تقعد بمكانك ويخلوا لك البترول بالسيارة أو ما شابه ذلك، فأنت تطلب منه فد رقم معين. لنفرض أنا اللي صارت وياه هو يبيع 50 لتر، ال50 لتر 22500 العادي، وذاك والمحسن أعتقد يطلع أكثر من هذا. ذاك اليوم محسن بنزين خانة ما بيها محسن، بيها بس عادي، خليت العادي أقول له 50 لتر معناته 22.5، أنا بحساباتي أعطيه 23. هو شو يسوي حتى يسرقك؟ أوكي هو المعيار مال الجيتش مال المضخة ما يخليه على الحركة القوية،
على البطيئة فيوهمك بأنه هو جاي يخلي البنزين أوكي يسده، فقال لك أنا خليت لك بس 10,000، حقيقة هو ما مخلي 10,000، هو مخلي لك 2000 وشوية أو 1000 وشوية ما شابه ذلك. هاي أول سرقة. العداد موجود؟ أحسنت، مو العداد أنت ما تلحق، يسوي نفسه غلطان أوكي بأنه خلى لك 10 مو خلى لك يعني مال 22,000 أو 23,000. هاي أول حركة أنه يسرقك من عندها. اجي تقول له انا قلت لك خلي لي مثلا 50 لتر، قال والله استاذ افتهمت انا بانه انت تريد بس ب 10,000 دينار هو سارقك. ثانيا من تجي تخلي الباقي اوكي انت ما مو كل دائما تنتبه على الجيش مالتك، فتدخل في حسابات مو صحيحه. لو انه اكو فيزا كارت وراسا انت تقول له ترى احنا بالثمانينات اتذكر انا السياره اوقفها بالبنزين خانه واكو كاونتر تقول له حط لي ب 10,000 ينزل لك المضخه من فوق ويخلي لك 10,000 دينار او بذاك الوقت 1000 دينار او 2000 دينار او ما شابه ذلك. لذلك كمواطن حتى تحوكم عمليتك بانه افضل ان تدفع بالفيزا هسه كارت. حتى من ضمن الناس اللي رحبت بهذا الموضوع نعم. وتوجهوا وسووا هاي البطاقات، الكثير منهم اليوم واجهوا مشاكل بالبنزينات انه هاي البطاقه ما تشتغل. احسنت، ما تقرا زين، هذا شيء يسوي بدون بنزين؟ لا ماكو شيء ما يقرا. البنزين خانه او نسميها احنا البوينت اوف سيل يا سيد العزيز، ايش قد عنده بالبنزين خانه؟ عنده 30 مضخه، هل 30 ماكينه ما تقرا؟ صح، هي المفروض تصب في حساب واحد. انت من تجي بالبوينت اوف سيل نفسها تجي تعرفها وين تصب عندك بيا حساب كل ال ما معقوله يعني يوم واحد يريد يفول سيارته يفتر له على 30 لا ما يفتر لا بالعكس، من يقول اذا تسمح لي من يقول اريد ادفع بالبطاقه فالمفروض انت عندك اكثر من بوينت اوف سيل، ما اشتغلت تروح للثانيه، ما اشتغلت تروح للثالثه، وما ممكن ما تشتغل لان هي عباره عن جزء الخلل يكون بالبطاقه مو بالأجهزة. احسنت، هذا غير موضوع. اذا كان الخلل بالبطاقه يا سيدي العزيز هذا غير موضوع، على الشخص يحمل له اكثر من بطاقه اوكي يسوي فد فيريفيكيشن ويدفع كاش. هي لي حقيقه يعني الدوله تعبت من هذا الموضوع. اول مره كان المفروض بدايه السنه كل الناس تستخدم البطاقه، وطلعنا في برنامج وقالوا الشعب ما مثقف وغير قادر على انه يا اخوان يعني هذا نفس اللي بالبطاقه هو عنده موبايل ويستخدم الموبايل بطريقه زين وحتى يمكن هو ما يقرا ويكتب، ليش ما يلجا الى هذه الطريقه؟ غير هذا كله انت عليك ان تسيطر على المبيعات، يعني الدوله لازم تعرف المنتجات النفطيه لازم هذا موضوع اخر نتناوله لكن بعد ان ناخذ مدير اعلام شركه توزيع المنتجات النفطيه الاستاذ رافد صادق. استاذ مرحبا بحضرتك ورمضان كريم عليك. حياكم الله، اهلا بجنابك. استاذ رافد، اليوم شاهدنا بعض الرفض من قبل المواطنين اللي توجهوا للبنزينخانات ليزودون سياراتهم بالوقود بسبب بعض المشاكل اللي حصلت معاهم، انه البطاقه ما تقرا او اللي بعده ما مطلع او الكثير من الامور الاخرى. زين، بالتالي تسألون ليش اجبار المواطن على انه يصدر بطاقه؟ خلص خلوا الموضوع اختياري، اللي يريد يطلع يشوف الموضوع اسهل له يروح بالبطاقه يسوي له بطاقه ويتزود بالوقود، واللي يشوف الموضوع الكاش اسهل له خلص يبقى مثل ما يحب. حياكم الله، شكرا جزيلا لهذه الاستضافه. طبعا قضيه الدفع الالكتروني كما هو معلوم يعني هي القضيه ما مرتبطه بشركه توزيع المنتجات النفطيه بقدر ما مرتبطه بتوجه الحكومه وبرنامج حكومي باتمته في القطاع العام والانتقال من الحاله الورقيه الروتينيه الى الحاله الحضاريه اللي ما اعتقد هناك دوله بالعالم استثناء من هذه الحاله اللي هي الدفع الالكتروني وانظمه الاتمته وهذه التطبيقات الحديثه اللي كنا نشوفها كل البلدان من نسافر ونشوف ونتمنى ان نكون بلدنا جزء من هاي المنظومه الالكترونيه العالم. شركه توزيع المنتجات النفطيه يعني لم تتعامل بطريقه الصدمه مع هذا الموضوع. يعني نتحدث الان عن سنه كامله يعني من العام 2023 الاول من نيسان، واحنا الان على مشارف نيسان بدانا بادخال خدمه الدفع الالكتروني، بينا ان خدمه الدفع الالكتروني قضيه حاكمه وان احنا ملتزمين بسياسات الحكومه وتوجهات الحكومه. استاذ رافد، اكو بعض الاستثناءات، اكو بعض الاستثناءات لبعض الحالات، مرات شخص مضطر عنده مريض ناسي البطاقه وقفت البطاقه بعض الامور، اكو فد محطات او توجيه من قبلكم للمحطات بفتح منفذ استثنائي؟ الحاليا يعني لا توجد استثناءات في قضيه المنفذ الاستثنائي، ان يكون هناك منفذ استثنائي. التوجه الان هو الانتقال الى الحاله الرقميه والحاله الدفع الالكتروني في عموم المحافظات في بغداد وعموم المحافظات، وما اعتقد يعني احنا سنه كامله نتحدث بهذا الموضوع، قناه الايام شاهده
في تغطيات مستمره وتقارير اللي طلعت على قضيه الدفع الالكتروني ان احنا متوجهين لموضوع الدفع الالكتروني. بدانا ادخال هذه الخدمه تدريجيا وواكبنا عملياتها وتحديثاتها والمشاكل اللي تواجه عمليه الدفع الالكتروني. والان قضيه اصدار البطاقات مثلا كنا نعاني من قضيه اصدار البطاقات، الان اكشاك متوفره في كل المحطات في بغداد وعموم المحافظات باصدار فوري للبطاقات الالكترونيه واصدار مجاني. وبامكان المواطن ان يعني بدل ما يتزود بالطريقه النقديه والاشكاليات اللي نسمعها دائما على التزود بالطريقه النقديه ان هناك مثلا تلاعب في بعض الاسعار في بعض المحطات الغير منظوره، او هناك مثلا قضيه الاكراميه اللي يطالب بها مجهز الوقود. جيد. فقطعا لنزاع القوم خدمه الدفع الالكتروني بالدرجه الاساسيه في مصلحه المواطن. جيد استاذ رافد، هذه الاكشاك الموجوده اذا تسمحني اذا تسمح لي تفضل. قضيه الدفع الالكتروني يعني صح شركه توزيع المنتجات النفطيه اول من بادر بهذا الموضوع واول من كان في المواجهه في قضيه هذا التحدي، لكن قضيه الدفع الالكتروني ما مرتبطه بشركه توزيع. الان الكهرباء فواتير الكهرباء على الدفع الالكتروني، المياه على الدفع الالكتروني، دوائر الدوله على الدفع الالكتروني، فصارت قضيه البطاقه الالكترونيه قضية حتمية ولازمة على المواطن، إذا كان في قضية التجهيز بالوقود أو باقي تفاصيل مفاصل الدولة. فنعتقد أن القضية باتت سهلة بوجود هذه الأخشاك وبالتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني مجازا من قبل. إن شاء الله تكون سهلة، لكن أستاذ رافد الأخشاك المعنية بإصدار هذه البطاقات الموجودة في كل محطة حسب ما ذكرت، أيضا معنيين بحل المشاكل اللي تحدث داخل المحطات اليوم، مثلا بطاقة ما تقرأ، بطاقة ألف، جهاز واقف، من غيرها من المشاكل. نعم هذه القضية أخذت بعين الاعتبار وأخذت بالحسبان، يعني ألزمنا شركات الدفع الإلكتروني أن تكون هناك أكشاك في داخل المحطات كعبوة الوقود، أو على الأقل تقدير هناك أكشاك في كل رقعة جغرافية في بغداد وعموم المحافظات. وايضا الزمنا شركات الدفع الالكتروني بتعيين موظفين خدمه، يعني سميناها اكشاك لخدمه اكثر ما هي اكشاك لاصدار البطاقه الالكترونيه. جزء من مهمه هذه الاكشاك اصدار البطاقه الالكترونيه، لكن الجزء الاهم هو تقديم الخدمه الالكترونيه للمواطنين، البطاقه ما تشتغل، بطاقه الجهاز ما اعرف ايش، اكو هناك يعني موظفين خدمه على مدار الساعة، يعني ملزمة شركات الدفع الإلكتروني بتوفيرهم، مهمتهم إصلاح أي خلل يصير. جيد. مع الفيلم يعني ناخذ بعين الاعتبار أن نتحدث عن مشروع يعني تصير بمثل هكذا تلكعات في البداية، ماكو مشروع من البداية يبدأ مثالي بدرجة مثالية، تصير بعض الإشكاليات، لكن التوجه العام هو القضاء على هذه الإشكاليات وإعمام هذه التجربة على بغداد والمحافظات فيما يتعلق بمحطات تعبئة الوقود والتزود الوقود. جيد. أستاذ رافد، أكو هامش ربحي خفي موجود بعملية بيع البنزين، هذه الأرباح لمن تروح؟ لشركات الدفع الإلكتروني، لوزارة النفط، لو الاثنينهم؟ نعم، نتحدث عن شركات الدفع الإلكتروني. الآن شركات الدفع الإلكتروني إلى نهاية العام يعني هناك تصفير بقضية الهامش الربحي أو العمولة اللي تأخذ على عملية الدفع الإلكتروني. وقضية العمولة يعني أعتقد يعني مجلس الوزراء في إحدى الجلسات وضح كيفية التعامل مع هذه العمولة، كيفية استرداد هذه العمولة ومن امتيازات للتعامل الإلكتروني. إحنا شركات الدفع الإلكتروني أيضا يعني شريك في هذا الموضوع، وعندهم أكشاك وعندهم موظفين وأيضا لديهم رخص من الماستر كارد والفيزا كارد، لكن الى الان يعني لا توجد عموله على عمليه الدفع الالكتروني التزود بالوقود، وان وجدت فهي من ضمن ما يعني اقر مجلس الوزراء في قضيه كان هناك جلسه يمكن شبه مخصصه لقضيه الدفع الالكتروني والتعامل بهذا الموضوع، لكن الى نهايه العام او هاي المرحله الحاليه اللي احنا بها ماكو عموله على قضيه الدفع الالكتروني، وان وجدت فهي هامش بسيط بالنسبة يعني تروح لشركات الدفع الإلكتروني أو البنك المركزي، تفصيلاتها حاليا غير معلومة لكونها غير مستحصلة. نعم، مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية الأستاذ رافد صادق، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. حياكم الله. شكرا. أهلا بحضرتك أستاذ مازن. أعود مع حضرتك أستاذ رافد، ذكر أنه موضوع الربح
خلال هذه السنة ماكو فد هوامش ربحية لهذه الشركات، لكن بالتالي لازم تكون هوامش ربحية. فشنو اللي سوينا احنا؟ اخذنا الارباح من جهة حولناها الى جهة اخرى، وبالتالي جبرنا المواطن بتجربة ما نعرف راح تنجح او ما تنجح، الضر او تنفع المواطن. ليش ما يكون الموضوع اختياري؟ العراق ايش قد يخسر على التربية والتعليم؟ مبالغ كثيرة. لا تساوي شيء امام انه انت تنشر ثقافة حقيقية تحمي بها المواطن مالتك من الاختراق، من انه فلوسه تروح على سبيل المثال، وتحافظ على اخلاق المستفيد. يعني انت عامل واقف بالبنزين خانة صح؟ زين. ليش يطلب يفرض عليك شرطا يعني ما يحاسبك على الرقم اللي موجود على العداد؟ لازم اوكي ياخذ اكثر وما يقتنع، يعني الالف دينار ياخذها لو ما ادري ايش يصير، يعني واضح. ومن تعطي فلوس من يرجع لك تشوفه اوتوماتيكيا اوكي هو ماخذ رقم مو بالحق. لذلك انت حتى السيطر هذا اللي نسميه احنا السايد بنفيت، الامور الجانبيه من عمليات الدفع، هو عدم الاحتكاك بين المواطن زين بين الدافع واللي يستلم. ما راح ياخذوها منك بغير طريقه بالعداد بغيرها؟ لا ما ياخذها، بالعكس استاذي العزيز. الان احنا هي لما انت اجيت حوكمت العمليه وسويتها دفع الكتروني، بعد يوم المنتوجات النفطية راح تفرض على البنزين خانات بأنه العداد اللي عنده موجود زين ما يفتح إلا عن طريق الفيزا كارت. لمجرد تجي تحدد المبلغ اللي أنت تريده وعملية الدفع مسبقا مثل ما احنا نستخدمها في دبي وبرا أوكي، إيش قد وشلون تدفع. فلذلك أنت أتمتت وضبطت العملية بطريقة صحيحة، منعت الموظف الموجود بأنه ارتكب الخطأ، فأنت جاي تحميه من الخطأ وتحول إلى المفروض قدر الإمكان يكون مواطن صالح. هذه لا تقدر بثمن. يعني هذه الأجزاء الجانبية اللي إنها أنت تبني بها مجتمع، واضح سيد العزيز؟ موجود، هو يسمونه الفرود بالعالم كله موجود، يحول مثلا سيارات حكومية ما يدخلها حتى يأخذ البنزين أو ما شابه ذلك، هواية أمور للسرقة. فأنت أقل ما بها تبدأ بعملية الدفع الإلكتروني تنشرها كثقافة، تعرف أنت غير هذا كل فرد عليه أن يسيطر على حساباته. الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا كارت يا سيد العزيز راح ينطيك تقدير، هذه وين اندفعت الفلوس اللي راحت منك، مشترياتك خلال هذا الشهر 150-200 ألف دينار وين اندفعت، أحسن مما تقعد تدور بجيبك وين صارت هاي أو وين راحت. هي حقيقة هي ثقافة بكل أمانة، هي ثقافة أكثر مما هي عملية بروسس. خلينا نتحدث عن الفئات اللي ربما تواجه مشاكل بهذا الموضوع. مثلا الناس الغير متعلمين، الاميين، الكبار السن، الغيرهم يقول لك انا وين اعرف الهاي؟ مثلا رجل كبير بالسن عمره 60-70 سنه يقول لك انا وين اعرف الهاي العمليه واشوف الاصفاره وما اعرف شنو وش قد استقطع من عندي، ممكن ياخذ من عندي ضعف المبلغ اللي انا درت بيه وانا ما اعرف. ايش قد نسبتهم اذا تسمح لي؟ من يستطيع ان يسوق السياره؟ نسبه كبيره منهم متعلمين، نسبة كبيرة منهم يقرؤون ويكتبون. والآن سيارات التاكسي اللي موجودة نسبة كبيرة منهم يعملون بكريم وأوبر وبلي أو ما شابه ذلك. فالمجتمع رايح باتجاه ثقافة إذا ما نسندها أستاذي العزيز أوكي، نخليها هسه الشخص اللي ما يتعلم رايح يتعلم مرة ثانية. الآن أنت تروح تطلع جواز مو صحيح، هم رجل عمره 70 سنة يشتري كارت ويروح يدفع به حتى يحصل الجواز من ما هاي مرة واحدة، مرة واحدة منتهي البنزين يوميا. لا مثلا على سبيل المثال بس، مو هي انت تعرف عملية التعامل مع الماكينة، يعني عملية العملية المتبعة في بقية البلدان اللي يعني بها موجودة الأتمتة الإلكترونية، انه من تشتري اي شيء بالبطاقة تجيك رسالة على تليفونك الخاص. صحيح. في حال بعدين تتابع انه اي خطأ حاصل انت تعرف بها تاريخ بها ساعة ومن اي مكان وش قد استقطع من عندك. نقدر نضيف هذه الخدمة أيضا حتى نحفظ حق موجودة. المواطن أساسا موجودة. أنا هسه كل مشترياتي طبعا عندي على التليفون، كل اللي أشتريه ينخصم مني عسى إن شاء الله 1000 دينار زين، 500 دينار تجيني رسالة SMS وعلى إيميل موجودة 100% موثقة يا سيدي العزيز. وبالنتيجة أنت تسأل سؤالك هذا السؤال أستاذي، هاي بالنسبة للبطاقة اللي تحملها حضرتك بالعراق نفس البطاقة اللي مال تزوجها بالوقود نفسها؟ نفسها زين. لا ما الوقود هو هي مو بطاقة خاصة بالوقود، هو دفع إلكتروني أنه أنت أي بطاقة تستخدمها محلية أجنبية في أي مكان آخر هي تاخذ منك المبلغ اللي أنت على أساسه ملأت البنزين. فلذلك هي العملية محوكمة 100% تفيد المواطن تنظم حساباته وتفيد صاحب المشروع بأنه يوفر له وظيفة محاسب ومدقق وحسب الكاش. نعم. قاعدين على صفحة ويحسبون هذا الدينار مزور له هذا الدينار مو مزور، ليش تلجأ إلى هذه الأساليب؟ السؤال عكس هذا، هل نستخدم الكاش إحنا برا؟
ما عندنا شيء اسمه كاش، ماكو شيء انت كاش، ثق واعتقد. زين انا في جوله في اوروبا قبل تقريبا 6 اشهر 5 اشهر، فريت 7 دول انا ما دافع كاش الا ما ندر، الا ما ندر، ماكو شيء اسمه كوين حديد بالفعل او ما شابه ذلك. اخي كل يعني اي بطاقه بطاقات العراقيه بالمناسبه صار حتى المتسولين بالشوارع انا شايفهم انه عنده هذا الجهاز يتسول بالجهاز. لا بالاحسن باي بطاقه، بطاقتين عراقيه عندي استخدمتها واني موجود هناك، واضح. مصاريف بالنسبه سعر الصرف جيد على 1320 اوكي، وعمولات جيده واوفر لي. وغير هذا انا ما، لانه انت وين ما تريد تشتري تحول من عملتك الى عمله الدوله الاخرى او دولار، الى حقيقه اكو 10 الى 12% خو اوروبا 15% يروح من عندك على مود تحصل لك خرده ذاك البلد. ومن تروح تنطي خرده يقول لك ما اخذ منك، انا جيب لي كارد ما اخذ منك خرده. زين خلي نطرح بعد موضوع للنقاش. تفضل. انه اصحاب الدخل اليومي القوت اليومي واللي هم اصحاب التاكسيات يقول لك انا اطلع مرات ما عندي، اطلع من البيت ما بجيب فلوس، على باب الله اخذ لي كروه كروتين، يلا اقدر اروح ادير بهم بنزين واكمل الباقي. مين انا ما عندي اخلي بالبطاقه 100 و200 وعلى راحتي وكل راس شهر اروح. ولا اقدر انه كل يوم اروح اعبي وادير، وهاي عمليه صارت كلش صعبه. فهي شلون الحاله ممكن تعمل؟ يعبي 100,000 ما عنده ال 100,000 زين كاش موجود، اسيا موجود، النيو ما ادري ايش يسمونه موجود، كي كارت موجود، 90,000 طريقه بلو ما ادري ايش اسمها موجوده في مكان بالعراق، اكو مو اقل من 10 بطاقات مسبقه الدفع تعمل بهذه الطريقه. لا احنا نقول لازم اكو فد طريقه استثناء لفئه معينه. نعم. او للحالات الاضطراريه، واحد ينسى محفظته، مستعجل، عنده مريض، ناسي، قاطع مسافه، ما ممكن انه يرجع ما مختلفين، لذلك 100% تصير اقل ما بها. نفسه ابو البنزين خانه اللي ما عنده ياخذ منه كاش وهو ينطي بالبطاقه الستاند باي. يخلي له زين كاش مثلا ما عندك مشكله، مو صعبه. البنزين خانه نفسها اذا عندها ترافيك كلش عالي، يعني هوايه ازدحام عليها، يا سيد العزيز هي تفكر في حلول تمتثل الى تمتثل الى قوانين الدوله. قانون الدولة يقول لك يجب أن تدفع بالبطاقة الإلكترونية، هذا قانون take it or leave it حقيقة. فأنت شو تسوي؟ تمتثل، تفتهم الدولة، تقول عندها أهدافها الخاصة، خليني أنا أحقق هدف الدولة من خلال طريقة حيلة صديقة. شنو الحيلة الصديقة؟ هو عنده فيزا كارت على سبيل المثال، والشخص اللي تكلمت عنه جنابك ما مقتنع يدفع بطريقة الفيزا. نعم. أو الماستر أو أي بطاقة دفع إلكترونية، ما عندي مشكلة أنطيني وادفع الكتروني. زين الموضوع يقتصر فقط على المحسن؟ لو راح نشوف باقي المشتقات النفطيه كلها تعامل بالبطاقه، وحتى مو بس على النفط وهي غيرها، شو وقت نشوف بقيه الامور ايضا تصير؟ هو اساسا القرار ليس على المحسن، واحد واحد كان المفروض كل البنزين خانات، ولكن يعني مقاومه التغيير من قبل المواطن اوكي اضعف الايمان، قال لك هسه من هو اللي ياخذ محسن؟ السيارات الحديثه لاند كروزات ولا تهوات ولا ما شابه ذلك، او اولاد الميسورين، وهذول كلهم متعلمين وممكن يستخدم بها. فيا اخي هذا اضعف الايمان، انت سيارتك قيمتها 70,000 دولار 90,000 دولار، واضح؟ ليش ما تمتثل الى قانون الدوله؟ فلذلك المحسن يلجؤون به. غير هذا كله الدوله اذا ما تضع عقوبات صارمه، يعني من يجي يقول لك البطاقه ما تشتغل، واضح، هو يما يقبل يمشيها لو ما يمشيها فيراويك بانه ما تشتغل، يجوز حيله من البياع. زين اذا ما يجي يفحص الماكينه على سبيل المثال ويشوفها تشتغل لو ما تشتغل، واذا كانت شغاله فيعاقب صاحب المحطه زين، او العامل مو المحطه، المحطه الرجل ما يعتبر فد شيء زين، يعاقبه حقيقه او ينطيه فد توبيخ لهذا الموضوع. هي بالنتيجه ستبحث، والسرقه موجوده في كل الحسابات. زين لو هسه ما تجي تحكم العمليه في هذا الوضع، ايش قد ما تحد من عندها اكو ابواب اخرى للسرقه، فانت اقل ما بها زين تحمي المواطن من السرقه. هسه عامل العامل ابو المضخه سهوله، ايضا سهوله التعامل، سهوله التعامل. هسه العامل عنده طريقه يتفق مع فلان ويجيبوك او ما شابه ذلك، هذا غير موضوع. زين لذلك يجب ان نثقف على هذا الموضوع كثقافه سيد العزيز. زين وبيها بكل امانه تخلق حمايه للمواطن، فلوسه ما تروح. نعم. العامل ما يخرب اخلاقه ويجوب، يعني لا اكو ناس تحسهم يعني وجوه خير، بس ليش عين عليه كذا ما تنطي الالف؟ ليش يسأل ويدردم اذا انت غيرت في اخلاقياته؟ العامل كان يشغلوه بلاش بالمحطه ومعتمد على ذني، هسه بعد هذا مشكله، هاي تلقى كل محطه يمكن اثنين او ثلاثه والازدحام راح يوصل راس الشارع. عضو مجلس امناء الحوكم الاستاذ مازن السعد، اشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعه. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
قلت من حدة الرشاوي وصارت أفضل بالنسبة للمواطنين، ويعني صارت حياة أسهل وأفضل بالنسبة للعقود الإلكترونية العقارية. والله إحنا نتمنى هذا العقد يعني يفيد الناس كل شيء، يعني هاي العقود وما أدري شنو، بس أهم شيء تمنع هاي شغلات مال الرشوة ما أدري شنو، عقد إلكتروني هواية أحسن. أما الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الملف الثاني للحديث حول قرب إطلاق دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل للسند الإلكتروني بدل الورقي. نناقش هذا الموضوع مع أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور مصدق عادل بعد قليل. تم التوجه إلى هذا الموضوع من قبل وزارة العدل وحتى توجيه رئيس الوزراء بخصوص الانتقال إلى الأتمتة والحكومة الإلكترونية بكل مفاصل الدولة، حتى بالتالي نخلص أو يتخلص المواطن من الروتين الممل في الدوائر الحكومية وحتى الفساد الذي شهدناه في أغلب المفاصل، ولكون موضوع العقارات حساس جدا، إذن بالتالي من الممكن الانتقال إلى التعامل الإلكتروني سيغير أو سيحد الكثير من الفساد والسرقات التي حصلت بشتى الأنواع. إذن الدكتور مصدق عادل مرحبا بحضرتك ورمضان كريم. حياكم الله. أهلا بحضرتك أستاذ. هل سيحد السند الإلكتروني من المشاكل اللي شهدناها ب التسجيل العقاري من تزوير عقارات؟ اليوم المواطن الكثير من الحالات حصلت انه مواطن يشتري قطعه ارض او بيت ولما يروح للتسجيل العقاري يلقاه لا مو باسم هذا ومبيوعه مرتين وثلاثه واربعه، والكثير من الحالات اللي تعرفها جناب. نعم. السلام عليكم، تحيه لك ولمشاهديك الكرام. فيما يتعلق بالمبادره التي سيطلقها وزير العدل، حقيقه مبادره جدا جيده تصب في اتمته العمل الاداري في الدوله العراقيه، لكن حقيقه نعم أنها ستساهم في العديد من المزايا، منها اختصار الجهد، منها قطع حالات الفساد المالي والإداري التي تعتري حصول المواطن على السند، منها مواجهة حالات التزوير الكثيرة التي نسمعها من هنا ومن هناك في دوائر التسجيل العقاري. لكن حقيقة يحتاج إلى مقومات، نعتقد أن هذه المقومات غير مكتملة في الوقت الحالي، لأن الجميع يعلم هناك مشكلات جدا كثيرة في العراق. نعم يوجد مايكرو فيلم خاص بكل العقارات العائدة الموجودة في دوائر التسجيل العقاري في العراق، لكن المشاكل أكبر من هذا. أول شيء احنا فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، لا يوجد لدينا على مستوى الحكومة العراقية حكومة إلكترونية متكاملة، بحيث أنه أنا من أطلب سند يفترض أكو جهة تصديق، يعني مثل الادمن الرئيسي هذا يقول انه يابا هذا السند مستوفي للشروط الشكليه والقانونيه وما بشأن التزوير، وبالتالي يعني لازم برايك هذه الجهه تكون خارج دائره التسجيل العقاري؟ هذا يفترض جهه تخص كل العراق. يعني مثل الدول اللي اخذت بنفس التجربه مثل السعوديه، الامارات، غيرها. اضافت حلقه زائده وروتين اداري ممل. احنا بالنسبه لنا يعني راح تكون تنطلق هذه المبادره وجيده هذه المبادره، لكن لن يستطيع وزير العدل تعميمها على كل دوائر التسجيل العقاري في العراق لسبب، يعني الاول قلت لك ماكو حكومه الكترونيه زين على المستوى العراق ككل، والمساله الثانيه قانون التسجيل العقاري هو من 1971 يحتاج لتعديلات، ايضا يحتاج تعليمات جديده تبين اليه تقديم السند والرسوم وجهات التوثيق. خلينا نتناقش بالنقطة الأولى، النقطة الأولى أنه السبب اللي يكون عائق مثل ما ذكرت أنه ماكو حكومة إلكترونية. نعم. شنو الجهات اللي يحتاج يخاطبها التسجيل العقاري اليوم؟ على ما أعتقد أبرزها النفوس، صحيح؟ هي قاعدة البيانات الأمنية أستاذ، قاعدة البيانات الأمنية موجودة في وزارة الداخلية. إذن بس احنا من يكون الحكومة الإلكترونية موجودة راح يكون سهولة تدقيق كل البيانات والمعلومات عن الشخص. فبالتالي اليوم احنا من نفتح نافذة إلكترونية خاصة بالسجلات العقارية داخل وزارة العدل،
هاي الامر راح يكون صح تبسيط الاجراءات لكن ليس على مستوى الدوله ككل. يعني التجربه اللي راح تكون اعتقد في مدينه الكاظميه، ومدينه الكاظميه جدا حالات قليله بها تزور، وبالتالي راح تكون التجربه مو ذات تاثير فاعل مثل ما لو اطلقناها على مستوى محافظه بغداد او قضاء الرصافه باكمله. فبالتالي اليوم لا نعول كثيرا على هذه التجربه، وان كانت هي خطوه جيده نشكر الوزير عليها، لكن تحتاج الى مقومات فنيه وتشريعيه مثل ما ذكرت لك قبل قليل. اذا تسمح لي، معنا عبر الهاتف معاون مدير عام للشؤون القانونيه لدائره التسجيل العقاري الاستاذ حيدر شويع. مرحبا بحضرتك استاذ حيدر. اهلا وسهلا استاذ، شرفتني. اهلا بحضرتك استاذ. هل سيحد السند الالكتروني من حالات التزوير اللي تحصل؟ هل المقومات موجوده لانجاح هذا المشروع؟ واذا اكو معرقلات شنو؟ تفضل. تحياتي لك ولجميع المستمعين والمشاهدين. طبعا بعد ورود شكاوي لاداره التسجيل العقاري بخصوص وجود معرقلات واهتزاز وتاخير وروتين في اليه اصدار السند للمواطن، وجه معالي السيد وزير العدل المحترم الدكتور خالد شواني لحسم هذا الموضوع باسرع وقت. شكلنا فريق بالتعاون مع الامانه العامه لمجلس الوزراء من ذوي الخبره والكفاءه في دائرتنا. تم الذهاب الى دائره التسجيل العقاري الكاظميه الثانيه كتجربه، كتجريبي. نعم. بعد دراسه الموضوع تم حسمه ان شاء الله عن قريب بخصوص موضوع الا وهو السند الالكتروني. اي يعني المواطن بعد بدل ما يروح لدائره التسجيل العقاري في الكاظميه الثانيه لغرض استخراج السند، والموضوع يتطلب ساعه ساعتين ثلاث ساعات حسب يعني، لان الورود زخم وكذا، وهو قاعد في بيته، بعد هو قاعد في بيته يدخل على الموقع الرسمي لمنصه اور على السند الالكتروني، يدخل عليه مباشره يملا رقم العقار، الاسم المالك، المساحه، جنس العقار والى اخره، يضغط زر ارسال الى الدائره المعنيه في دائره تسجيل العقار الكاظميه الثانيه، الموظف المعني المسؤول هناك في دائره تسجيل العقار الكاظميه يسحب طلب المواطن ويرسله الى المسؤول المختص عن موقع العقار للمواطن. المسؤول المختص بعد مطابقه المعلومات من قبله في الاخبار العقاريه من يشوفه يعني مطابقه يختم السند وينطيه الى الموظف الحاسب، موظف الحاسب بدوره يرسل رساله الى المواطن لغرض مراجعه دائره التسجيل العقاري في الكاظميه الثانيه لغرض استلام السند. هذا الموضوع كتجريبي، لكن هو تجريبي لفتره، بعدها سيتم اطلاقه في جميع المحافظات، ليس في بغداد مثل ما تكلم السيد المتحدث. نعم. كل المحافظات وفي عموم بغداد وفي عموم دوائر التسجيل العقاري سيتم العمل به ان شاء الله. طبعا هذا المشروع سيحد من ظاهره الابتزاز والتلاعب والتزوير والتاخير والروتين والى اخره. اكو موضوع اخر هناك شكاوى عليه استاذ حيدر اذا تسمح لي، انه بما انه تتجهون نحو الحوكمه والاتمته الالكترونيه، ليش ما يكون اكو تعاون بينكم وبين دائره او دوائر الاحوال المدنيه؟ لان كثير من الحالات اللي تحصل اليوم اللي عنده جنسيه او حتى اللي عنده بطاقه موحده يرجعوهم بسبب انه روح جيب صحه صدوري، ومع العلم بطاقه الموحده اصلا ما يحتاج لها صحه صدور ولا بها صحه صدور. لكن بعض الحالات الفرديه اللي تحصل من قبل بعض الموظفين، شلون من الممكن القضاء على هذه الحاله؟ ليش ما يكون فد اتصال او تعاون ما بين التسجيل العقاري والنفوس لتسهيل او لالغاء عمليه صحه الصدور؟ كل دوائر التسجيل العقاري لديه قارئ للبطاقه الوطنيه، وكل كل موظف يطلب من المواطن جلب صحة صدور البطاقة الوطنية عليه أن يراجع الدائرة العامة لغرض تقديم شكوى على الموظف المعني. احنا موجهين معالي السيد الوزير العدل المحترم وموجه أي مواطن لديه شكوى بخصوص دائرة معنية على موظف يقوم يعني يعرقل أو روتين بخصوص ملف البطاقة الوطنية، ماكو بأي دائرة عندنا للتسجيل العقاري طلب صحة صدور، لغينا نظام صحة الصدور. ممتاز. وجهنا تعميم، اكو بعض المواطنين عندهم متأخرة البطاقة الوطنية، مثلا عند البطاقة الوطنية كانت مفقودة أو ما تقرأ عندنا،
يضطر الى تبديلها، يضطر الى تبديلها. فبهاي الفتره، بهاي الفتره هو عنده الي يعني باع عقار، عنده تحويل ملكيه بدائره التسجيل العقاري، وهو البطاقه الوطنيه تعرف تاخرت عنده بالوزاره الداخليه، يراجع التسجيل العقاري. معالي السيد وزير العدل وجه قال يابا بدال ما ننتظر خطيه المواطن، تعرف هاي الفتره بعد ننتظر المواطن تلقاه متوازي خطيه من باع بيته يروح يريد يشتري او كذا، وجهنا وعمم معالي السيد وزير العدل كل مديريات التسجيل العقاري باعتماد صوره القيد الالكترونيه للمواطن الذي لم يحصل على البطاقه الوطنيه. نعم احسنتم. معاون مدير عام الشؤون القانونيه لاداره التسجيل العقاري الاستاذ حيدر شوي، اشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا جزيلا. دكتور اعود مع حضرتك، حالات التزوير اللي حصلت وخلال هذه الفترات من 2003 الى اليوم، شلون ممكن القضاء عليها؟ اليوم اكو ناس مسافرين مثلا خارج العراق تاركين بيت او قطعه او عماره، او لما يجي العراقي راجع يلقاها مبيوعه ثلاث مرات واربعه وخمسه وهو ما يعرف. نعم، هذا الامر حقيقه بسبب عدم وجود حكومه الكترونيه كامله، وبالتحديد مثل ما اطلق انه ضيفك الكريم مساله انه سيتم تعميمها على كل العراق. احنا اليوم عندنا مشاكل كثيره فيما يتعلق بالعقارات، يعني خلينا نضرب لك واحده من المشاكل. عشرات النواب يخاطبون دائره عقارات الدوله تزويدنا بالعدد الكلي لعقارات الدوله. نعم. وشاغليها وكل التفاصيل المتعلقه بها ما موجوده. فبالتالي اليوم الدوله العراقيه تركه ثقيله حكومه من حكومه تسلمها، وبالتالي نعتقد اليوم اذا ما تم معالجه قطاعات الدوله العراقيه من ضمنها حتى فيما يتعلق بالعقارات والسندات وغيرها، اذا ما تم معالجتها بصوره قطاعيه كامله، يعني ابسط شيء احنا نبلش من القانون التسجيل العقاري، نبلش من التعليمات اللي بحل محلها التوجيهات والاوامر الاداريه، بدل ما سياق عمل ثابت، تعليمات ثابته او قانون ثابت. الدوله العراقيه غالبيه الوزارات تشتغل على توجيهات شفويه، يروح وزير يجي وزير ثاني يقول خلص اترك هذا الموضوع لا تشتغلون به. فبالتالي اليوم نحتاج في وزاره العدل بالاخص فيما يتعلق بالسندات الالكترونيه، وزير العدل خالد شواني اخونا وصديقنا يحتاج ان يصدر تعليمات لاصدار السندات الالكترونيه، وبالتالي يحتاج انه يرجع لقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونيه، وهذه التعليمات ينشرها في الوقائع العراقيه من اجل انه كل المواطنين يصير عندهم علم. فبالتالي اذا اشتغلنا البصمه الالكترونيه، قزحيه العين الالكترونيه، كل هذه التفاصيل نحتاجها. فبالتالي بالاضافه للعمل الالكتروني اليوم تعرف بما انه موجوده سجلات، فبالتاكيد اللي يريد يتلاعب بسجلات بسهوله يقدر ببساطه يتلاعب، لكن اذا كان النظام الالكتروني واحنا عندنا مشكله. يعني هسه يقول السيد معاون مدير القسم القانوني يقول بامكان اي مواطن، زين انت ايش دراك انه هو هذا المواطن هو الشخص صاحب مالك العقار من عدمه؟ غير اكو جهات اثبات هويه، بصمه، كذا. فبالتالي اليوم احنا من الممكن يكون بالتطبيق يقدم مستمسكات الثبوتيه بصوره، احنا هذا مجرد اشبه لك اياه مثل الجوازات. نعم، احجز وبعدين تعال اخذ السند، احنا ما فرقنا. في حين ان المواطن يقدر اذا عنده علاقات وكذا يقدر بنفس اليوم ياخذ السند، بينما انا اذا اقدم الطلب الالكتروني وتعال يوم او يومين او ثلاثه، احنا نعم خففنا الأبع عن المواطن. نعم، لكن ما حلينا المشكله بالكامل. اليوم احنا نحتاج في وزاره العدل كثير من المشكلات المرحله. نعم السند الالكتروني مهم جدا، عندنا عشرات الالاف من المحكومين بالاعدام، عشرات الالاف من المحكومين في السجون، هؤلاء كلهم ما تم تنفيذ الاحكام. فبالتالي اليوم وزاره العدل حقيقه تحتاج الى اعاده صياغه تشريعاتها القديمه باعتبار غالبيتها من زمن النظام البائد، نحتاج ان تطلب تخصيصات طالما اكو تعجيل لقانون الموازنه. خلي من خلال منبر قناتكم الحره يحتاج من السيد رئيس مجلس الوزراء ان يطلب اضافه تخصيصات ماليه اضافيه لاكمال مشروع الحكومه الالكترونيه الذي تم البدء به 2011 وتم تخصيص اموال لكن لم ينجز. فبالتالي اليوم اذا خطه الحكومه العراقيه باتجاه هذه الحكومه راح نقلل حالات التزوير. حالات التزوير حقيقه ما تقدر لا وزاره العدل ولا القسم القانوني يحد بها. ليش؟ لان يصير تزوير معنوي، شخص يجي
منتحل صفة مالك العقار الأصلي يجيب مستند هوية وكل المستمسكات مزورة وبالتنسيق مع بعض الموظفين في دوار التسجيل العقاري ويسوون نقل للملكية، وبعد ذلك بعد ما يجي المالك الأصلي تكتشف. ما ممكن يكون مع موظف واحد داخل التسجيل العقاري، بالتالي شبكات حقيقة. كمشوا وزارة العدل في زمن الوزير الحالي والوزراء السابقون عشرات الشبكات مسكت، وبالتالي تم إحالتهم للمحاكم وسجنهم، لكن لم تنتهي هذه الظاهرة لغاية يومنا هذا. اليوم إذا حولنا كل ما يتعلق بالتسجيل العقاري بكل تفصيلاته إلى نظام أتمتة إلكترونية يخضع للحكومة الإلكترونية، حتى فيما يتعلق بالسندات قد لا تستغرق سوى ساعة أو ساعتين. يعني قبل أيام كنا نصفح أحد الدول السعودية، هي هم عندها نفس البرنامج، بالسنة 800 ألف سند. فبالتالي ليش هناك نجحت التجربة؟ لأن حكومة إلكترونية موجودة. لهذا اليوم حقيقة نطلب من وزير رئيس الوزراء ووزير العدل وكل وزراء الدولة العراقية أن يسارعوا بأتمتة العمل الإداري، بالتالي راح يخففون العبء عن أنفسهم ويقللون المخالفات. من إيجابيات الأتمتة والعمل الإلكتروني أنه اليوم المواطن إذا عنده بطاقة إلكترونية ما ممكن لأي شخص أنه ينتحل شخصيته أو صفته. بالضبط. ما ممكن، لأن تلقائياً البصمة الإلكترونية راح تكون واضحة. إذن العمل الإلكتروني والأتمتة حماية للمواطن، فبالتالي كل ما سرعت الحكومة بالتوجه إلى جعل كل التعاملات يعني إلكترونية راح نشوف فرق جداً كبير بموضوع التزوير والحد من التزوير. أكيد، وهو هذا حقيقة حتى الجزء منه ورد في المنهاج الوزاري للحكومة، وبالتالي طالما كان الغرض الأول خدمة المواطن، لذا أنه ستكون خدمة المواطن أسهل في حال تحول الخدمة بأكملها إلى المسألة الحكومة الإلكترونية وتقديمها بصورة إلكترونية للمواطن. جيد، ما عقوبة مزور السند العقاري وهذه الشبكات اللي لزمت وغيرها وغيرها بالنسبة إن كان المواطن أو الموظف؟ فيما يتعلق بالتزوير حقيقة معاقب عليه بموجب المادة 289 و298 واللي تصل إلى السجن أكثر من 7 سنوات، لكن في بعض الأحيان القضاء ينزل بالظروف عدة ظروف مخففة، كأن يكون شاف في مقتبل الأمر أو ارتكب التزوير ليس عن قصد أو دراية نتيجة تدليس، فبالتالي غالبية الأحكام تكون حبس. رغم هذا أن القضاء العراقي حقيقة لم يتردد في إيقاع عقوبات السجن ضد الشبكات المتعلقة بالتزوير أو من ضد من قام بتلاعب وتزوير في أكثر من عقار، وبالتالي حقيقة هذه الجريمة ما راح تنتهي وستستمر طالما كان المعاملات الخاصة بالتسجيل العقاري ورقية بأكملها. جيد، هاي بالنسبة للمواطن، كيف يتعامل القانون مع الموظف أو رئيس التسجيل العقاري أو رئيس دائرة التسجيل العقاري في كان متورط بتزوير أكثر من عقار؟ نفس العقوبة أستاذ، لأن هو طالما أنه وقع سواء مواطن أو موظف، طالما وقع التزوير في مستند رسمي، معنى هذا أن القاضي بإمكانه أن يصل للعقوبة 7 سنين وبإمكانه أن ينزل بها. فبالتالي القانون ما فرق بين أنه شخص موظف أو شخص غير موظف. مو الفرق هنا أنه المواطن يقدر يزور مرة واحدة، مدير الدائرة يقدر يزور لفد 1000 عقار؟ نعم، هذا الأمر يعني عندنا بالقانون اسمه في حالة العود أو الاعتياد على الجريمة. في حال تكرار هذا الأمر لا، هذا راح يعتبر ظرف مشدد، وبالتالي سترتفع العقوبة المفروضة على الموظف أكثر من الحد المقرر وهو السجن. أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور مصدق عادل، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة. شكرا لك. إذن مشاهدينا نذهب إلى فقرة التغريدات ومن ثم نعود.
إذن مشاهدينا شاهدنا أبرز التغريدات على منصة إكس حول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى واشنطن في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. إذن ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. الشيخ همام حمودي وعبد الحسين عطان يبحثان مساندة الجهد الحكومي الخدمي. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية يستنكر الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها المحكمة الاتحادية. مجلس الخدمة يعلن فتح باب التعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل بدءا من الغد. الإعمار والإسكان تحدد النصف الثاني من العام الحالي موعداً لافتتاح مشروع ساحة عدن. الأنواع الجوية تؤكد ازدياد غزارة الأمطار الحالية ليلاً واشتداد موجتها الأحد المقبل. حصاد هذه الليلة انتهى، شكراً لكرم المتابعة وإلى اللقاء.